أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يقول: الرخصة التي رخصها الله عز وجل للمكره، هل هي متعلقة بالأقوال فقط أم يدخل فيها الأقوال والأعمال جميعا؟ لأنه أشكل علينا حديث الذي تقرر بالذباب فدخل النار مع أنه كان مكرها. الإكراه بالأقوال أو أن يتقى شر الكفار بالأقوال مع البقاء على الإيمان في القلوب، أما الأفعال لا يجوز لأحد أنه يذبح لغير الله، أنه يسجد لغير الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشركوا بالله وإن قتلتم أو حرقتم، لا تشركوا بالله، فلا تطيعهم في الشرك بالأفعال من الذبح والنذر والسجود.